حلوين، اليوم نهار الاحد 6 ديسمبر، بلشت بفلوج هيدا الاسبوع. هلا من شي ربع ساعه نزل اول فلوج تبع الاسبوع الماضي، بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه. هلا رح شوف التفاعل عليه وشوف شو رايكم. بعرف كان طويل اول فلوج، فرح شوف هلا شو كان ردة فعلكم، وعلى هالاساس اشتغل على هيدا الفلوج الجديد. فيا هيدا اول نهار بعدنا بالاسبوع، واكيد رح يكون في كتير اشياء جاي ان شاء الله. بحضر الترويقة اليوم، عم بعمل وصفة من حساب كيتو بلوجر على الانستغرام، عملت هيدي الوصفة من كم يوم حبيتها. هي كيتو، بتعرفوا انا مش ماشية كيتو، ماشية نظام قليل النشويات، بس بعمل دايما وصفات كيتو لانه كمان هي قليلة النشويات. فحطيت هون بيضتين، رح اترك لكم هلا اسمها كيتو بلوجر، بتشوفوا وصفاتها على الانستغرام كتير طيبة للكيتو هي. بس هون في بيضتين عندي مع رشة ملح ورشة ستيفيا، انا حطيت 3 نقط ستيفيا عندي. هيدا فيكم تستخدموا اي محلي للكيتو، شوي يعني بتحطوا، وملعقة كبيرة خل التفاح، وهلا رح احط ملعقتين كبار من طحين جوز الهند، ملعقتين كبار، ما بدنا اكثر لان بتعرفوا طحين جوز الهند بيشرب سوائل كثير. رح احط نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان عندي ملعقتين زبدة كبار مذوبين رح احطهم. هلا هي عملتهم بالفرن، بس انا رح اعملهم بالاير فراير اللي عندي، بس فيكم تعملون بالفرن كمان، تحطون على ورق الزبدة تمدون تعملون الحجم اللي بدكم اياه، تعملون بالفرن، بس انا بدي اجربهم هلا بالاير فراير. رح اخذ شقفة من الروزماري من شجرتي، شجرة الكريسماس الروزماري كتير بحبها، اذا صرتوا تعرفوا هيدي الروزماري العشبة كتير طيبة مع انواع الخبز، مع حتى اوقات بانواع حلويات بيستخدموها، وحتى طيب كتير تنعمل شاي، وحتى في سكين كير كتير بيجي فيه اوقات روزماري اويل. فرمت شوي روزماري، هي الطازة بتكون ريحتها كتير قوية، بتعطي نكهة بتجنن. لو انتبهت انه بدي احط روزماري كنت حطيت بدل الزبدة زيت زيتون، هيك شو كان طلعت عنا مثل الفوكاشيا، نكهة الفوكاشيا كتير بحبه، هو خبز ايطالي. فشوفوا قوام العجينة كيف بتصير بهالشكل. هلا انتم فيكم تمدوها بالصينية هيك راس راس، انا هلا رح احطهم على ورق الزبدة ودخلهم على الاير فراير. حطيتهم بالاير فراير طلعوا هيك اربعة، رح احطهم هلا، حطيتهم على درجة حرارة 375، رح شوف قد ايه بياخذوا وقت لحتى ما يحترقوا. حطيتهم 375 لحتى يستووا وما يحترقوا، فرح شوف قد ايه رح ياخذوا وقت ولكم. واو شوفوا المنظر البشهي. اوكي اخذوا 10 دقائق على 375 بالاير فراير، بالفرن ما بعرف للصراحه قد ايه. هلا بشوف لكم، بحط لكم على الشاشه، بدي اشوف او روحوا لعند كيتو بلوجر وشوفوا الوصفه عندها على الانستغرام. اوكي اول شيء 5 دقائق برمتهم، حطيت رشة زعتر على هدول الاثنين، هدول الاثنين حطيت عليهم مارينارا صوص للبيتزا والسباجيتي وهيك، وحطيت فوقهم جبنة موزاريلا، وحطيت فوق هي الزعتر جبنة موزاريلا. وشوفوا المنظر البشهي، هلا بدي ادوقهم، شوف طعمتهم اكيد طيب كتير كمان. مثل ما شايفين دقت من هيدي الزعتر والجبنة هون، عن جد طعمتها كتير كتير طيبة، بحس البيتزا رح تطلع كتير طيبة كمان، والزعتر غرام الزعتر. سو بتمنى تجربوها بتعجبكم، خاصة إذا متابعين الكيتو رح تحبوها كتير. بما إنه من زمان ما عملت ماك بانج، بعرف كتير بحبوا الماك بانج عندي هون بالشانل، فقلت بعملكم بهودولي. أكلت أول وحدة الزعتر والجبنة بتشهي، وهيدي كمان التانية الزعتر حطيت عليها شوية لبنة، بحب كمان مع لبنة وزعتر. أوبس. كتير طيبة. هلا بدي اكل البيتزا، ذوقها.
للصراحة البيتزا طلع أطيب شيء، كتير حبيتها. فيكن تعملوها هي العجينة هيك على صينية كبيرة، بدوها رفيعة وتعملوها بيتزا، بتطلع بتشهي. اكتبولي إذا بدكم بهدول الفيديوهات الويك اللي يصير أعمل مكبانج أو قصص تحديات. بصراحة أحب أجرب هيدا التحدي اللي بيعملوه، بتجرب قصص غريبة أكل، يعني كومبينيشن قصص غريبة، تنقول شيبس مع حليب، شي هيك قصص غريبة بيعملوه، هيدا كتير حب أجربه. اكتبولي إذا حابين أعمله، وإذا حسيت هيك تحت بالكومنتس في أشياء هيك خلطات أكل غريبة، بركي بعمل فيديو يكون عن هيدا الشي، لأن بحسه كتير بسلي ورح يكون مهضوم. ظاهرين نتغدى برا نحن وأصحابنا، رح ألبس جينز مع كارولي. اليوم برد كتير برا، رح ألبس هيدا الجاكيت، كتير بحب لونها، بحب لون الماسترد، وهي هيك كتير كتير بتدفي، وإلها من فوق شابو مع فرو. اليوم كتير برد، ورح ألبس معهم هيدا الشوز الليبرد، تعرفوا غرامي مع الليبرد، فكل مرة لازم يكون شي بالأوتفيت فيه ليبرد. رجعت حطيت اكسسوارز فضي، هيدا العقد بحسه هيك حلو مع كورولي. وهيدا الميك اب اللي عملته اليوم، استخدمت رموش اليوم عبية شوي مع هيدا الايلاينر الجلو بان، هن بيجوا مع بالعلبة ثلاثة رموش عبية ثلاثة خفافة اللي حطيت العبية. اليوم برد كتير كتير، ما علق التلج كتير، هلا بمناطق تانية فيها تلج اكتر، بس عنا هون ما علق لانه ما رجعت تلجت كتير، بس برد. بالمول عجينه على تشيز كيك فاكتوري، بس المول مليان هلا لانه فتره عيد. كنت اعمل شوي برمه بالمول قبل ما يوصل الاصحاب، من قبل ما يوصلوا، طب هالوقت بعمل شوي برمه. فت شوي عند برايمارك لانه ناطرين شوي في عجقه بالمطعم، يعني ليفضى طاوله، فعم بعمل برمه. في منزلين قصص جديده عن هذيك المره، حبيت كثير هيدا الكوت شو حلو، بس بعدني جايبه واحد على ابيض من تارجت، بس كثير حبيت هيدا الصراحه. بالمطبخ والمريول ووقت الطبخ. اليوم رح اعمل فاصوليا بزيت، كتير بحب هالاكله، ما رح اعملها باليابسه، رح اعملها بالهيدي البيبي ليما بينز، مثل العريضه هيدي بس على صغير، كتير طيبه نكهتها للصراحه. بعملها مع لحمه بزيت، اطيب كتير من موليك اللي بيكونوا ناشفين الدراي، يعني مننقعهم، كتير بحبها. فرح اعمل بزيت اليوم من دون لحمه وهيك، هيدا بيجوا بالبراد مجلدين، بحطه بالفريزر، بس بدي استخدمه. بقلي البصل هون ليدبل بملعقتين زيت زيتون، هون الفاصوليا هيدي هيك بيجي شكلها، بنت صغيره بيبي، بس نكهتها ما في خبركم قد ايه طيبه. هلا تقريبا دبل البصل، رح زيد هدول الثوم المقطعين هيك رفع. حطيت الثوم ورجعت زدت ملعقه كبه كبيره، قليتهم، رجعت زدت الفاصوليا، شوف لونها شو حلو، وهيدي ما بتطول لتستوي طريه كتير، فهلا بس بقليها شوي، برجع بزيد المارينارا توست. فيكم مثل ما قلت لكم، كيف انهم بس بيعملوها بالرب بزيدوا لها بس مي، بس انا بدي زيد لها بعد مارينارا توست، فيكم زيدوا لها بندوره مطحونه مثلا، تعطيها نكهه اطيب من الرب لوحده. فهلا رح زيد لها، وزيد لها مي،
اخر شيء حط لها ثوم وكزبره. بفرجيك اخر شيء هدول الثوم هون كزبره مغسلتها بيعطيها نكهه كثير طيبه. بلشت تغلي هلا، زدت لها التوميتو صوص وشي كبايتين مي. شوفوا هلا بتركها بغطيها على نار خفيفه، بتركها شي نص ساعه تعقد مضبوط. زدت لها ملح بهار اسود وشويه سبع بهارات. شوفوا حطوا لها انتوا البهارات اللي بتحبوها، كثير هيك اكله سريعه. انا بعدني ما تروقت يعني، بس لانه هالاكله سريعه قلت يلا بخلصها على بكير. بعدها هلا 10:30 عاده، 10:30 11 بكون بعدني عم حضر الترويقة، فقلت بما انه هي سريعة وهيدي ما بدها سلق ولا شيء فاصوليا، فقلت يلا بحضرها وبخلصها وهيك بخلص على بكير. الغدا صار جاهز، قليت الثوم مع الكزبرة بيعطيها نكهة كتير طيبة حطيتهم. طفيت الغاز بس بدنا تركتها هون على الغاز، مثل ما شفتوا سهلة وسريعة خاصة إذا كانت خضرة ما بتاخذ وقت أبدا. فيكم تعملوا حتى رز، انا جوزي ما كتير بحب الرز وانا ما كتير بعمل رز، فراح هو بحبها بالخبز وانا راح اكلها هيك بالملعقة مع شوية خضرة حتى. فيا هيدي اكلتنا السريعة اليوم وطيبة كتير. على جاليريا مول، اليوم المول هيدا فاضي. البارح اللي كنت فيه كان كثير كثير عجقة، اليوم كمان لأنه التنين فما في كثير عالم. فتت هيك شوي على السي بي اس عامل برمه هون، عاملين باي 1 جت 1 40% اوف. هيك هدول نازلين جديد من ميبيلين اي شادو، بيجي هيك شكله مثل الستيك. في كتير ألوان حلوة، هيدا البلوش حلو، في منه نيود بني بينك، هيدا البرغندي كتير حلو. هاي الماسكارا من لوريال كتير بحبه عندي، هيدا البرغندي كولور كتير بحبه. حتى هيدا حلو بس عندي شي من ميبلين هيدا اللون. ديك هيدا الجرين شو حلوة، بس هيدا اللون كتير بحبه، بحسه هيك يلبق للون عيوني. كمان منزلين شي سيروم ليطول الرموش من لوريال. فت عند اتش اند ام هون كل شي الوان نيود منزلينه. كتير حلوين، بيجوا هيك على سوق بنطلون هاي الكنزة تبعيتها بتلبقوهم على بعض، فيكم تشتروا كل قطعة واحدة بس حلوين مع بعض. كمان هيدا على سوق هلا كتير دارجين هول القمصان، هيدا عاملينها هيك طويلة مثل دراس هيك اللي بيجوا كارو. هالقمصان درجين، حتى درجين فيهم بيكون فرو بقلبهم. شفتوا هيك كمان مطلع احمر، كتير درجين هالشتوية. هيدي كمان حلوة ناعمة كتير، مشتها كتير حلوة، الصوف تبعها ناعم. هيدا الموديل انا كتير بحبه، هيك الكمام والكتاف بيجوا كتير بحبهم. هيدي ب 20 دولار، في منها بيج وأحمر وأسود. هيدا الدراس كتير مهضوم للصراحة، شوفوا كمان مثل هاي الكاروش دارج بس قميشته حلوة عصوف وناعم. كتير حسيته حلو هيك لليلة كريسماس ألوانه، لأنه هيك على أحمر
كتير حبيت وبدبس كتير كتير. لابرد everywhere كتير حبيت هاي معدومة. عنا رقيقة بس هيك قطعة حلوة. كمان درج الجلد تنانير وفي بنطلون نازل الجلد ترشم. هيدي حلوة انه بتلبس فوق بنطلون او بتلبسوها مثل دريس لانه طويلة مع مثلا بيلت. شوفوا هي هيدي هون اذا حطيتولها بيلت بتلبسوها هيك مسكرة كتير تطلع مهضومة. شوفوا هيدا القسم عاملين عليه سيل. هيدي كانت $50 صارت ب$13.99 يعني 14. كتير حبيتها ومشتها على مثل الجينز بس لابر وهي هيك اوفر سايز. هيدي اكس سمول بس شكلها اوفر سايز وكبيرة. ما بعرف اذا باخذها صراحة يمكن اخذها لانه حلوة ومشتها حلوة. وهيدي الاكس سمول وفي السمول بس هي هيك تجي يعني شكلها اوفر سايز كبيرة. هيدا القسم هون كله على سيل. شوفوا هيدا الكوت الاسود شو مهضوم كان ب$80 عاملينه ب$41 عليه هون فارو كتير مهضوم. شوفوا كمان هيدي كتير حلوة الجينز كمان على سيل كانت ب$50 بصير ب$19 بس كتير حلوة مرتبة مشيتها سميك شوي. لا محتارة الصراحة بحب الاثنين. بحب كمان الدنم بحب اللافر بس اكيد هيدا اللافر اكتر بس هيدا حبيت موديلها. طلعت شوي هون من المول اول مرة بطلع لهالميلة برا في هيك مثل بركة صغيرة مهضومة. شم شوي هوا لانه بالمول بيكون الهيت كتير قوي فبتشوبوا كتير هون يعني خاصة إذا بتلبسوا شي سميك بتجوا على المول ولا حيلا محل تفطسوا. هون في تي جي ماكس بس هيك هو منه كبير صغير بس فوت هيك عم البرمي فيه. هيدا المول صار لي زمان ما جيت عليه. هون عاملين هيك قصص جيت شو هيدي مهضومة كيف عاملينها بيجي فيها 2 ماسكارا 5 كمان هدول على جراي عاملينها كتير مهضومين. أنستازيا غلوس فاتي ب$13 حلو هيدا اللون. الميك اب في قصص حلوة. شوفوا لقيت هيدا الماك يجي الشي هيدا مثل سكراب ولبستيك وهيدا مثل البيز قبل اللبستيك هيدا ب$20 عاملينه. في ميلك ليب بالم ب$5 كمان هون ميلك فونديشن هيدا البلور ليكويد ب$10 سيفورا فونديشن ب$4 لاني ب$3 بير مينرالز فونديشن ب$10 كمان تو فيست هيدا الباليت الاي شادو ب$20 كمان معك ليبستيك لوحده ب$8 بس كلهم كأنه ألوان أحمر. في كمان هذا ب$8 هيدي أرديل ماجناتيك أيلاش بيجي هيئة الأيلاينر مع لاينر أند لاش إيه ب$12 هيدا المحل فيه اشياء حلوة بس هيدا البنفت اول مرة بشوفها. حقها $17 فيها 4 الهولا داندليون بلاش وهدول 4 فيها ب$17
كمان هيدا من بنفسج، هيدا كونسيلر 9، كمان براو كونتور برو من بنفسج 10. جبت كم قطعة عند H&M، بس هلا ما رح فرجيكم هن لانه رح اعمل فيديو لوحده عن مشتريات اشياء للشتوية، وهيك رح يكون فيديو لوحده، سو بفرجيكم هن كلهم مع بعض. جيت عند سلفتي حبيبتي، شوفوا شو عامله حلاوه الجبن اللي بموت فيها. لا اليوم بعدني اكله صحي من الصبح انا، فما في قوي ما اكلت الصراحه، كثير طيبه بتعملها. تسلم ايدك حبيبتي، يا الف صحه وعافيه. ثانك يو، طبشي قلبي. عم بسلق شمندر، بدي اعمل شمندر مع طحينة، كتير طيبة هيدي، بعملها من زمان وكتير بحبها. هلا اليوم عم بسلقهم وبكره فرجيكم طريقة شو رح اعمل فيهم. هلا بالليل ما رح اعملهم اليوم، بس عم بسلقهم. وعندي هون كمان عندي عم بعمل لبنة، بعمل اللبنة بالبيت اكثرية الاوقات، بجيب لبن هيدا اورجانيك، وبستخدم هيدا الكيس اللي بيجي قطن، اشتريته من امازون. هو بيستخدم كمان اذا بتعملوا حليب اللوز وهيك قصص، فيكم تستخدموا شيء مثلا وجه مخدة يكون قطن ونضيف اكيد، تحطوا فيه اللبن وحطوا بالمصفاية واتركوا بالبراد لتاني نهار تصفي ميته منيح وبصير لبنة. او اذا بدكم اياه جريك يوغرت يصير، بتحطوه بالمصفاية كمان لحتى ينزل مي قد ما فيكم، وترجعوا تستخدموه كجريك يوغرت، واذا بتخلوه ينشف اكثر بصير لبنة. كتير سهل طريقته ينعمل بالبيت. عم حط الغداء، قلت افريكم شو عم بعمل، بحس انه رح غير اسم الفيديو واطبخوا معي لجمعة كاملة. المهم لانه صار كله عن الاكل، عم بعمل اليوم تشيكن ستروغانوف، ستروغانوف بالدجاج. انا عاده بعملها كمان باللحمه، عندي وصفه على الانستغرام باللحمه، اليوم رح اعملها بالدجاج. عندي هون صدرين دجاج بار مقطعتهم شرايح، حط عليهم ملح، بهار اسود، توم بودره، بصل بودره، وشوية بابريكا. بدي اقليهم هلا، انا بحب بهرهم وملحهم قبل. حطيت هاي سبراي الافوكا اويل وراح اقليهم، بحب بهرهم وملحهم قبل ما اقليهم لحتى بحس بيطلع طعمة الدجاج اطيب. هيدي وصفة سهلة وكتير طيبة. هلا بقلل الدجاج، مش ضروري يستوي بس لحتى هيك ياخد تحميرة من الجهتين، بدنا نشيله ونكفي الاكلة. هلا رح شيل الدجاج انا بس هيك، ما بدي يستوي بس هيك ياخد تحميرة خفيفة، رح شيله. بزيد البصل والماشروم، حط البصل، هدول بصلتين وسط مقطعين جوانح. بزيد رشة زيت، فيكم تحطوا زيت زيتون او اي زيت تستخدموه، انا بستخدم بس زيت الزيتون، زيت الافوكا، وزيت جوز الهند بالبيت، والزبدة، غير زيوت ما بستخدمها. هلا مثل ما شايفين هيدا البن اللي تحت صارت هيك، بدنا نخلي هيك البصل يتقلب فيهم. زدت نص
فنجان خل التفاح، هذا الشيء بيساعد انه هيدي الطبقه اللي تحت تطلع، وهيدي رح تعطينا نكهه طيبه للاكل. تقلوا شوي البصل، رح زيد هلا المشروم فوقهم مقطع. هيدي طيب يكون فيها مشروم، بس هذا الشيء بيرجع لكم بدكم تحطوا. مثل ما بتعرفوا المشروم بزم كثير بس يتقلى، فهلا رح اترككم يتقلوا مع البصل مضبوط وارجع لكم. هلا بعد ما دبلوا المشروم حطيت ملعقة زبدة، ما رح كتر أكثر لأن بعدين بدي أحط كريمة، كريمة طبخ. رح أحط هلا ملح، هيدا حسب الرغبة، ورح أحط بهار أبيض، فيكم تحطوا بهار أسود إذا بتحبوا، بس رح أحط بهار أبيض اللي هو هيدا وايت بيبر مطحون. رح أحط شي ملعقتين خردل يعطيها نكهة كتير طيبة، فيكم تحطوا لها ملعقة صغيرة رب، بس أنا لأنه ما عندي هيدا الشيء اختيار الرب، أنا رح أحط لها كاتشب بلا سكر شي ملعقة كبيرة. إذا ما عندكم فيكم تحطوا ملعقة رب صغيرة أو حتى بليها، بس أنا هيك دايما بعملها، يعطيها الخردل نكهة رائعة. رح زيد جوز الطيب فوقها كمان، جوز الطيب يعطيها نكهة رائعة. رح زيد ملعقتين صغار تابيوكا، هو نشا التابيوكا، لحتى تطلع الصوص شوي سميكة. فيكم تستخدموا ملعقة طحين كبيرة أو ملعقتين نشا صغار، أو إذا عاملين كيتو فيكم تحطوا كزانتان جام متسمكوها شوي، وفيكم كمان ما تسمكوها لأن بعدين ما نحط كريم وبدها تصير كمان ماسكة. هلا هون حطيت الدجاج بدي أقلبهم مع بعض كلهم سوا، رح زيد فوقهم، فيكم تحطوا مية دجاج، مية خضرة أو مية عادية. رح أبقى أعلمكم هاي الطريقة أنا كيف بعملها، إذا ما كان عندكم مية دجاج ولا لحمة تعطي نكهة طيبة، رح أبقى بعدين أعلمكم إياها. هلا رح زيد هدول شي كباية ونص تقريبا، فهيدا هلا بدي أحركهم مع بعض. وطي النار وغطي عليهم لحتى يستووا أكتر. هلا الدجاج بعد بده شوي بيستوي، فرح اتركهم. كمان رح احط هيدا الروزماري الطازة، بتعرفون بحب كتير هيك بيعطي نكهة طيبة، وورقتين غار. هلا بغطي عليهم وبتركهم يستووا. صار ما مارق شي 20 دقيقة، هي الدجاج ما بياخد وقت كتير لانه رفع وكل شي صار اوكي. رح زيد هلا رح زيد ملعقتين كبار ساور كريم، اذا مش متوفر عندكم مش ضروري، هي فيكم تحطوا لها بس كريم، بس انا بخلط ساور كريم وكريمة الطبخ مع بعض. ورح زيد شي 3/4 كباية كريمة الطبخ، حركهم واتركهم بعد يغلوا مع بعض 5 دقايق. رح ارجع زد لهم رشة جوز الطيب لان تعطينا نكهة طيبة مع الكريمة، فيكم تعملوها باللحمة، شرايح اللحمة كمان عندي اياها على الانستغرام بنفس الطريقة بتقلوها قبل، يمكن تاخد اكتر غلي لحمة لحتى تستوي اكتر، الدجاج ما بده كتير. اذا حابين تشوفوا الطريقة على الانستغرام عندي بالهايلايت بتلاقوها بيف ستروغنوف. هلا رح اترككم يغلوا شوي وارجع لكم. تركتها شي 5 دقايق 7 دقايق تغلي مع الكريمة. هلا بدي زيد فوقهم، هلا فيكم تقدموها هون مع رز او باستا، واللي عاملين كيتو دايت او ما بدهم ياكلوا نشويات فيكم تاكلوها مع زوكيني كوسا او باستا الكوسا زوكيني نودلز. انا هون هذيك بالفلوج هذيك فرجيتكم كيف نعملهم بمقشرة البطاطا، او في وحدة خصوصي لالهم. فهلا انا هون عملت 2 كبار، راح نزلهم فوق هالاكله. هلا هن بيرجعوا بزموا يعني ما بضلهم هيك، نعملهم هيك خلطه مع بعض لحتى هدول يزموا شوي،
بنشيك له على الملح تبعها وبنقدمها. مثل ما قلت لكم اذا مش متبعين نظام قليل النشويات فيكم تاكلوها مع رز او باستا كمان كثير طيبه. وهي اكلتنا الطيبه جاهزه. هلا بقدم حدا سلاد، ومثل ما شفتوا قليله النشويات ما فيها رز ولا باستا، حطينا فيها كوسه. فيا بتمنى تعجبكم وتجربوها. اوكي يا حلوين، قلت لكم هاي الجمعه رح تكون اطبخوا معي كل الاسبوع، بس رح فرجيكم وصفه الشمندر المتبل اللي قلت لكم عنها امبارح. سلقنا شمندر اللي قشرتهم وحطيتهم بالبراد لتاني نهار اليوم. بشرتهم على هيدي او برشتهم، ما بعرف شو بتقولوا انتم، بشرتهم ولا برشتهم، كل واحد بقول شيء، انا بقول بشرتهم على هيدي الكبيره، المايله الكبيره مش الصغيره. ورجعت عصرتهم بايدي لحتى طلع مي، طلع منهم مي، طلع اكثر شوي بس شرب جوزي منهم. بخليهم بالبراد بحطهم بالسموذي او بنشربوا طيبين، فلازم تشيلوا منهم اكثر كميه مي لحتى يطلعوا مسكين، ما يطلعوا مثل المي. فهلا بدي تبلهم. هيدي عن جد اطيب مكبلات عم تدوقوها، انا كثير كثير بحبها، ومين ما يدوقها بس اعملها بجن عليها هيدي. فراح احطهم. اوكي حلوين، هون زدت لبنه. امبارح كمان فرجيتكم انه بعمل لبنه بالبيت، حطينا اللبن بالكيس واليوم صفى وصار لبنه، طلع عندي بهالشكل. صحن كتير كبير بس شلت منهم شي 4 ملاعق كبار مليانين. انا ما بعير للصراحه، هدول شي 5 حبات شمندر مبشورين، شي 4 ملاعق هيك مليانين لبنه. اهم شي تطلع هيك متماسكه وكريمي. وحطيت كمان شي 3-4 ملاعق طحينه. رح احط بشر الحامضه فوقها تعطيها نكهه طيبه. عن جد بتمنى هيدي تجربوها، لانه صدقوني بس اعملها واخذها معي الكبير والصغير بحبها كتير طيبه. راح تصير عندكم نوع المقبلات المفضل قد ما هي طيبه هاي. اوكي استخدمت بشر الحامضه تقريبا مش كلها، نصها، وراح اعصرها كمان فوقهم. اوكي زدت لها لكان عصير الحامضه ملح بهار اسود وتوم بودره. انا للمتبلات بزيد توم بودره، انتم حرين تزيدوا توم عادي، لانه بلاحظ اذا بحطوا عادي بتحطوها بالبراد بتطلع ريحتها قويه وبتنتزع بسرعه، فالثوم البودره بخليها ضاين وقت اطول اذا ضاين عندكم او عاملين كميه كبيره. فابدا انا ما بستعمل ثوم الطازه بالمتبلات عندي، لانه ما بحب ريحته القويه بعدين ابدا. فهلا راح اخلطهم، وحطيت ملعقه صغيره دبس الرمان بيعطيها نكهه كثير طيبه، ما كترت اكثر لانه دبس الرمان عاده بيجي فيه سكر كثير وهيك. فحطيتهم وراح اخلطهم. وانا شو بعمل؟ بدوق بشوف اذا بدها طحينه اكثر، بدها حامض اكثر، بدها ملح، وبزد لها. فهي انا هيك طريقتي عاده. شوف هلا بلشت تتماسك مع بعض، بس هذا اللي بعمله عاده، بحط هالاشياء هيك بالنظر وبصير بدوق. بس بلشت تفح ريحتها الطيبه عن جد. هيدا الطبق اذا عملتوه راح تحبوه كثير كثير. رجعت زدت لها شوية طحينة وملعقة لبنة وصارت رائعة. يعني انتو بتدوقوا بتشوفوا ملحة كيف، شو بدها حامض، بدها طحينة، بدها لبنة، بتزيدولها بتصير هيك متماسكة وكريمي. وصدقوني رح تحبوها كتير 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 طيبة. تحطوها على وجه زيت زيتون وبتقدموها رائعة. بتمنى تجربوها وتقولوا لي اذا حبيتوها. تشوفوا لونها بيفتح النفس للصراحة. هيا حلوين، اليوم الخميس 10 ديسمبر، اليوم ما في طبخ. ظاهرة رايحة على بيست باي بدي اشوف كمبيوتر جديد، رح اخذكم معي، وبعدين رح اروح على هوم ديبو بدي اشوف اشياء للبيت كم شغلة وهيك، فرح اخذكم معي بعد النهار. اليوم مغيمة وبرد شوي، مش برد شوي كتير، بس انه احسن من غير ايام.
هون هوم ديبو بتلاقي عنده كل شيء للبيت، قصص يعني تعملوا بلاط، بدكم رسالة، بدكم خشب، كل شيء كل شيء للحمام والمطبخ، هيك كل شيء عنده هون. بدي نبش على لامبادير عندي لوقت القعدة، يكون فيه عدة روس يعطي ضوء قوي. شو عندي الاشياء طريات، شو ما بدكم، فيكم تعمروا بيت كامل في هيدا المحل هون. هيدا حلو كمان، قررت اخذ هيدا يعني بحط فيه لمبتين بيعطي ضوء منيح، هيك ناعم ما فيه شيء يعني. عندهم انواع بلانتس كتير هون، رجعت اشتريت هيدي لامب، حسيت انا عم وحدي يعني، وإلا راسين بتعطي ضوء منيح، سو هلا بدي فكها وركبها. هيا حلوين، كيفكن اليوم؟ اليوم نهار الجمعة 11 ديسمبر، عم حضر حالي شي بدي أعمل ميك اب خفيف، ظهر اتمشى بمحل كتير بحبه لأن اليوم الطقس كتير حلو شمس وهيك دافي شوي، من بعدها ما بعرف شو بدي اعمل، هيدا البلان لحد هلا. هلا شفتوا قبل شوي حطيت السكين كير تبعي مرطب وحوالي عيني ووجهي وسيروم، وهلا عم بستخدم هيدا من ديرماتولوجي، هو سان بروتكشن فيه اس بي اف 45 وفيه هايلورونيك اسيد بيعطي ترطيب، واول شيء بتحسوه بيعطي ابيض بعدين بروح الابيض، بس بيعطي حمايه وكثير برطب البشره، كثير بحبه للصراحه. هلا اول ما بتشوفوني عم بحطه رح يعطي ابيض، بس بعد شوي رح تشوفوا كله بيختفي. شو يا حلوين، خلصت الميك اب اليوم، ما حطيت فاونديشن بس مستخدمه على التي زون هيدي من كفر جيرل باودر كلين فريش، كتير حلوه اذا شفتوني انا عم حطها، بتعطي هيك مثل فلتر على الوجه، حطيتها بس على التي زون، وباقي الوجه استخدمت هيدي من فيزيشن فورمولا باودر، بتجي لونها شوي غامق، عملت فيها مثل كونتورينج، وبذات الوقت فيها اس بي اف 20، هيدا عادة بخدها معي إذا بدي أعمل رتوش للسان سكرين بالنهار، فحطيتها مثل برونزر مثل ما شايفين، وشوية بلاش وشوية هايلايتر. بما إنه هلا أول شي رح أعمله بدي أمشي، فرح ألبس شي يعني ليجينج مع هاي السويت شيرت، مع شي مريح بإجري هو هيدا. هيدا المطرح بحب كتير إجي عليه، كنت الصيفية دايما إجي لهون أتمشى، كتير حلو. فهلا اليوم لأن الطقس حلو هيك بدنا نجي نتمشى شوي، كتير مكان هادي وهيك ريلاكسينج على الآخر. كتير حلو المكان هلا كله لانه هر ورق الشجر هون بالصيفية بيكون ورق الشجر كتير حلو، بس هلا ما في ولا ورقة، بقى هون بيجي العالم يعمل سبور بيمشوا.
شباب يلعبوا جولف. العالم شوف شو كبير. هذا المطرح اللي بحب اجي عليه كتير هون بالصيف. غرام كنت اجي اقعد هون. وحيدة بجلت كمان. هلأ مجلت شوي. شوفوا بعد شوي لقدام البرد كتير بتجلت كلها. شوفوا هون. Oh my God. بس هلأ لأنه اليوم الطقس حلو بكرة بس شوي يصير برد كتير. شوف هالمي المجلدة كلها. بس هون لأ. حاطين انه هون فيكم تعملوا سكيتنج بس على مسؤوليتكم. بس مش هلا بعدين بس جلد اكتر. شايفين حالهم الكلاب هون ما بردوا على حدا. هي ليك ما برد. بده ينزل على المي. او ماي جاد. يا بينزلوا بالبرد هون بالصيفيه. هون بالصيف الكلاب كلهم يلعبوا هون. يعني بكبوا لهم طابه وبينزلوا. بس هلا ما بعرف اذا بالصيف الشتوي بينزلوا جليد لانه بده. بس ما نزل شوي جلد المعطر. هلا رايحة عند دولار تري لحتى شو اجيب الاشياء اللي كانت ناقصتني هذيك المرة وبعد ما لقيتهم. فهلا جاي على هذا الفرع شوي كبير وعنده اشياء كتير. ان شاء الله الاقي الاشياء اللي بدي اياها. شو مخدومين تتعلق هيك مثل شجرة. شكلها كتير حبيت. كل شي بدولار عندي. هيدا على خشب. اكشفي اشياء مخدومة. كتير في موديلات حلوة. طول علب كمان. لقيت الاشياء اللي بدي هن. بس كان بدي هن كلهم ابيض ما فيه. بس جبت ازرق ما بيأثر مع انه كنت حبتهم بيض كلهم. بس مش باقي لكم وحدة. جبت ازرق لانه ما راح يبينوا بالجارور. بس انه بنظموا الجوارير اكتر. جاية اكل بهيدا المحل بي جود. بحب عندهم يعملوا اك بلانت ميت بولز. ما فيها لحمة. من الاك بلانت مع زكيني باستا كتير بحبها عندهم. فقلت كنت قريبة هون بقطع بكلها. طلع ما بقى عندهم هيدي مع انه كتير بحبها جاي كرمالها. فرجعت طلبت تشيز برجر مع جلوتين فري بان. عبينا اطلبها مع بلا بان بالمرة. رجعت طلبتها جلوتين فري. رح فرجيكم على السريع شو جبت من عند دولار تري. جبت هول كونتينرز كمية منيحة منهم لأن رح احوزهم للجوارير قياسات. كنت حابة الكل يكون أبيض بس ما لقيت. جبت كمان بلو. هدول الطوال كمان بعوزهم. كمان هيك شي جبت صغار. كمان هيدي اللي هيك. جبت هاي اللي شو مهضومة لزيت الزيتون. حسيتها مهضومة كتير. وجبت هيك شوية زينة كريسماس. هيدي مهضومة مع هاي. وجبت هيدا
مهضوم هيدا بضوي، بس شلو هيدي من هون البطارية بصير يضوي. وكمان جبت هيدا الفاز الصغير بدي اعمل فيه شغلة بقى، هدول الحجار كمان بدي احطهم فيه واعمل شغلة بقى بعدين فرجيكم اياها. هدول جبت اثنين تبع الديسبلاي، بعوزهم لاشياء يمكن هون على للميك اب وهيك عوزهم، فاياهم هن مشتريات. وهيدي كمان حط فيها القطن. شوفوا شو عملت هون، هدول هلأ جبت عن دولار تري، وهدول البحث بقلبها، هدول جزعين جبتهم اليوم معي مطرح ما كنت. ليك هيدا شو لونه حلو هيك بيجي أحمر، ما رشيتهم ولا شي، حطيت لهم هيدا الضو اللي بينلف هيك، هلأ ما حطيته بطريقة كتير منيحة بس طلع كتير مهضوم. حسيت هلأ على الضو مش مبين كتير، بس دي على طفة شوفوا شو طلعت مهضومة. وهون هيدي كمان اللي جبتها، عندي هدول كمان مثل شمعة بس هيك بتعطي ضوء على البطارية، كتير حبيت كيف طلعت. هيدي شجرة الكيوت، بس عملت هيدي مش ناقصني شجر كتير بالبيت عندي، فحسيت هيدي أحلى شيء. شوفوا شو وصل، وأخيرا رح افتح معكم هيدا. احذروا شو وصلني، ماي نيو لابتوب ماك بوك اير الجديد الام 1، جبته بالروز جولد، كتير حلو لونه. شوفوا لونه شو حلو، وكتير حتى حجمه حلو صغير منه كبير. سو هيدي هديتي على كريسماس، هدية على بكير، ما بعرف شو بعد بده يجيني، بس المهم هيدا الشيء كنت حابه اجيبه من قبل، بس الصراحه كنت دايما والخلاص عم بعمل كل شيء على التليفون عندي على الايفون، بصور واديتنج وكل شيء، حتى عندي كاميرا كمان ما عم بستخدمها للصراحه، لانه بحس اسهل علي تصوير بالتليفون، تعودت من سنين، بس هلا لازم صير طور هيدا الشيء اكثر بالكاميرا والاديتنج على الكمبيوتر. ف يب فتحت هيدي الشنطة، عندي فيها تياب شتوية، واخيرا هيدا المشروع صار لي عم اجله مدري قدي، لانه غير هيك بدي ظبط غزينتي كمان، فما بعرف هلا غطى قلبي بس فتحتها، واني بدي بلش بغزينتي ظبطها، فرح ياخذوا كتير معي وقت. هلا بدي فضي هاي كلها ودب ارجع بهيدي اشياء مش عايزتها لك هونيك، الكيس او اشياء بدي اعملكم حتى فيديو عن مشترياتي. وشوفوا هون الاغراض، هلا بعدين بدي اشيل الخزانه هاي كلها لبرا، يعني رح يصير منظر فظيع. سو يا حلوين، حاطه فلتر لحتى ما تشوفوا شكلي كيف صاير، وماني قادره بقى اصور للصراحه، قلت بدي انهي الفلوج معكم اليوم، لان بلشت هلا بالغرفه وتظبيطها، وكثير رح ياخذ معي وقت هيدا الشيء، فحبيت اقول لكم انه بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفلوج هالجمعه والاشياء اللي عملناها سوا. خبروني شو حبيتوا اكثر شيء، وشو حابين اعمل بالمستقبل، واذا حابين نكفي هيدا الشيء حتى من بعد الفلوجمس وهيدا الشهر ديسمبر. واكتبوا لي اذا حابين اعملكم قبل وبعد، بس اضبط غزانتي بالاسبوع اللي جاي، مع انه ما بعرف اذا رح صور للصراحه قبل وبعد، لانه حتى بحس قد ما ضبط رح يضل بده تنظيم، لانه عايزني خزين جديد، وقريبا رح روح على ايكيا وجيب رفوف زياده وهيك، بس رح جرب اعمل قبل وبعد شوي. وبتمنى تكونوا استمتعتوا بهالفلوج، بليز اعملوا شير مع اصحابكم ولايك، واذا كنتوا جديد اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، وانا بحبكم كثير، بشوفكم الفيديو الجاي، باي.